بعد نهايه المعسكر التحضيري وسفر المنتخب لمصر، ومن بعد الخساره بجوج ديال الوديات امام غامبيا وامام زامبيا، فكان ضروري اننا نعملوا حلقه وبوست نلخصوا فيه مشاكل المنتخب ونقاط الضعف اللي كيعاني منها. فخليكم في بوستات كرويه معايا انا رضا الحبيب، واهم خمس نقاط ضعف كيعاني منها المنتخب. تحياتي واهلا بكم. وقبل البدايه وقبل الحديث حول نقاط الضعف اللي كيعاني منها المنتخب، نتمنى من الكل مره اخرى يشترك في القناه وايضا يضغط على الزر لايك. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على الكره العالميه وبالخصوص الكره الاوروبيه، فانا متواجد على الصفحه ديالي في الفيسبوك، نتمنى تلتحقوا بها، غتجبروا تماك مقالات تحليلات وايضا اراء بخصوص الكره العالميه. وسير نبداو. اذا كيف قلت في المقدمه، من بعد الخساره مع غامبيا وايضا الخساره مع زامبيا، الخساره مع غامبيا اللي كانت بهدف نظيف والخساره مع زامبيا بثلاثه مقابل جوج، كان ضروري اننا نتحدثوا ونهضروا حول نقاط ضعف المنتخب. ونبداو باول نقطه ضعف بانت في هاد جوج ديال المقابلات، هي حراسه المرمى والتساؤل الكبير اللي طرحه ياسين بونو في هاد جوج مباريات. ياسين بونو اللي تقريبا جميع التسديدات اللي تارت على المرمى ديالو تسجلات فينا كاهداف. من بعد الموسم الكبير اللي داروا مع نادي جيرونا، انا وجميع المتابعين كانوا كيفضلوا ان ياسين بونو يكون هو الحارس الاساسي للمنتخب، لكن كلنا شفنا ان ياسين بونو المستوى ديالو مع المنتخب هو عكس المستوى ديالو مع نادي الاسباني جيرونا. ياسين بونو اللي ما عرفتش واش فاقد التركيز او لا ما انسجمش بشكل جيد في مجموعه، ياسين بونو اللي شفناه تلقى هدف امام غامبيا وثلاث اهداف امام زامبيا، وقبل ذلك كان تلقى هدف امام الارجنتين، يعني ما قدرش يحافظ على نظافه الشباك ديالو في اخر ثلاث مباريات لعبها مع المنتخب. والسبب ربما كيف قلت انه ما انسجمش مع دفاع المنتخب، خصوصا اننا كيف كنعرفوا هيرفي رونار كيلعب بدفاع متقدم، يعني المدافعين ديال المنتخب كيتواجدوا تقريبا على بعد 40 متر من ياسين بونو، وهذا اللي كيخليه يتعرض للتسديدات، التسديدات اللي بان ضعيف فيها وتسجلوا عليه، او ايضا الكرات اللي كتلعب في ظهر المنتخب، فياسين بونو في الانفرادات ظهر ضعيف، وهذا كله على عكس ما كان كيقوم به منير المحمدي. منير المحمدي اللي كان قوي في الانفرادات وايضا في التسديدات من بعيد، كان كيجبد كرات كيف كنقولوا كرات ميته، وكلنا شفناه كيف تالق سواء في الكاس افريقيا اللي فاتت او في تصفيات كاس العالم او حتى في كاس العالم. اذا في المشكل الاول ديال المنتخب هو في حراسه المرمى، ونتمنى ان هيرفي رونار يتخذ القرار السليم ويعين الحارس المناسب والحارس اللي قادر على حمايه مرمى الاسود في هذه الكاس الافريقيه. نقطه الضعف الثانيه او المشكل الثاني اللي كيعاني منه المنتخب واللي ظهر بشكل كبير في هذه جوج المباريات الوديه، نبيل ضرار اللي ما لعبش جل الموسم هذا العام، شفنا كيف انه اصبح مدافع ثقيل جدا ما كيقدرش يغطي على الصعود ديالو، وايضا شفنا كيف انه كيلقى صعوبه كبيره في اللاعب بدفاع خط متقدم. وهذا كيدينا باش نهضروا على المهدي بن عطيه. المهدي بن عطيه اللي هو الاخر شفناه كيف صبح ثقيل بزاف، بطيء جدا، يمكن مستوى الدوري القطري اثر عليه، لكن المؤكد ان نبيل ضرار مع المهدي بن عطيه اصبحت نقطه ضعف في المنتخب، نقطه ضعف اللي غيستغلوها الخصوم. كنعرفوا الكوت ديفوار بزاها، وكنعرفوا السنغال بماني، ايضا مصر بصلاح، مهاجمين صراع، فما غنقدوش نتصداو ليهم بوجود ضرار والمهدي بن عطيه على الجهه اليمنى. ولهذا فعل رونار انه يلقى الحل سواء بتغيير طريقه الدفاع ديالو من دفاع متقدم لدفاع متاخر او بتغيير الاسماء. المشكل الثاني ونقطه الضعف الثالثه اللي ظهرت في تشكيلات المنتخب هو لاعب الارتكاز، لاعب الوسط المتاخر او قاطع الكرات كيف كيتسمى، البوست اللي كيشغلوا الاحمدي، وشفنا كاملين التراجع ديال المستوى ديال الاحمدي، شفنا كيف ان وسط الميدان ديال المنتخب اصبح مفتوح، الكرات اصبحت كتمر بسهوله، وافتقدنا القاطع الكرات واللاعب مكسر الهجمات، اللاعب سويغلاس كيف كنا كنسميوه بالدارجه فيما مضى. الاحمدي تراجع بزاف، وهاد النقطه ايضا خاص هيرفي رونار يحسن فيها ويحاول يلقى الرجل المناسب في المكان المناسب، لان ارتكاز اي فريق هو اللي كيعطي سواء القوه او الضعف لكل فريق. المشكل الرابع في المنتخب هي ماشي نقطة ضعف يمكن يستغلوها الخصوم، لكن هي نقطة كتنقص من الإمكانيات ديالنا وكتضعفنا حنا كمنتخب وطني مغربي، وهي الجناح الأيسر. الجناح الأيسر اللي شفنا رونار جرب فيه بوفال وحاول يجعلو اللاعب الأساسي، لكن كيف شاف الجميع وبصريح العبارة، بوفال ماشي لاعب ديال 90 دقيقة، بوفال لاعب ديال شوط واحد أو ربما 30 دقيقة، بوفال يمكن يجي كيف كنقول دائما يمكن يجي من مقاعد البدلاء ويعطيك الحل، لكن انه يلعب اساسي فسفيان بوفال ماشي هو الحل للجناح الايسر. شفنا ايضا هيرفي رونار كيجرب المرابط، المرابط هو الاخر كيلعب بالرجل اليمنى وما يمكنلوش يلعب في الجناح الايسر، خصوصا وان قوه المرابط كتمثل في جوج ديال الحوايج، الاختراق
وايضا لاعب العرضيات، وهادشي اللي ما كتعاونوش عليه الرجل اليمنى في الجهه اليسرى، بينما ملي كيلعب كجناح ايمن كنشوفه انه كيستطع يعطي عرضيات بالمقياس لرؤوس المهاجمين، وايضا في الاختراق كيكون قوي لان الرجل اليمنى ديالو كتعاونه. اذا المشكل الرابع اللي ضروري على هيرفي رونر يحسن فيه ويلقى له الحل قبل بدايه الكاس الافريقيه هو الجناح الايسر. المشكل الخامس اللي كيعاني منه المنتخب واللي هي ايضا نقطه كتضعف من الحظوظ ديالنا، المشكل اللي ماشي والد هذه المباراتين الوديتين، المشكل اللي قديم وكلشي كيعرفو، هو مشكل تسجيل الاهداف وتحويل الفرص الى اهداف. شفنا كيف ان المنتخب احيانا كيصنع فرص لكن ما كنلقاوش المهاجم اللي يحولها لاهداف. كان الامل ديالنا في حل هذا المشكل بوجود حمد الله، حمد الله الان خارج المنتخب الوطني وعلى هيرفي رونر انه يلقى حل بديل، وربما يخدم بالحل اللي كان عنده في الذهن ديالو قبل ظهور عبد الرزاق حمد الله. كان شفنا ان النصيري هو الاخر ما كيقدرش يلعب كمهاجم صريح، بوطيب الكل رافضو، وايضا قدام موسم ضعيف كيبقى الاختيار لهيرفي رونر، خصوصا كيف قلت مع غياب حمد الله وايضا تخلى على ايوب الكعبي، كيبقاو لينا جوج ديال اللاعبين خالد بوطيب وايضا يوسف النصيري، وكيف قلت المهاجمين بجوج بهم ما قادرينش يعطيو احسن مستوى للمنتخب الوطني. في الاخير كان هذا الراي ديالي، وكانوا هادو اهم النقاط اللي كنشوفها كتشكل ضعف للمنتخب الوطني، والاهم من ذلك هما نقاط الضعف اللي كتشوفوها نتوما في المنتخب وايضا نقاط القوه. نتمنوا تشاركوها معايا في التعليقات، وما تنساوش ضروري الاشتراك في القناه وايضا الضغط على زر لايك والالتحاق بالصفحه الخاصه ديالي على الفيسبوك مقالات رضا الحبيب. تهلاو.